طيب اول اخبارنا عن النادي الاهلي او عن فريق النادي الاهلي في غينيا. النهارده كان المران الاخير للفريق وفي اخبار كتيره هنتكلم مع حضراتكم فيها. اولا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيطمئن على بعثه الاهلي في غينيا الاستوائيه. اكد الكابتن خطيب ثقته الكامله في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم العرض المنتظر وتحقيق نتيجه ايجابيه. ده طبعا جه في اتصال هاتفي للكابتن الخطيب مع استاذ طارق قنديل رئيس بعثه النادي الاهلي في غينيا الاستوائيه. استاذ طارق قنديل ايضا اكد توافر المناخ المناسب امام الجهاز الفني واللاعبين لتقديم المباراه التي تليق باسم النادي الاهلي. كابتن خطيب طلب من رئيس البعثه نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين. ودوس عليه والصوت يمشي. وليد ازارو سيغيب عن هذه المباراه، عن مباراه النادي الاهلي وكانو سبورت. تاكد غياب وليد ازارو مهاجم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق ان اللاعب خضع لفحص طبي قبل بدايه المران اثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراه غدا. اضاف ايضا ان رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي فضل عدم المجازفه بالدفع باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة عقب 4 أيام أمام نادي الزمالك في بطولة السوبر، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت. وليد أزارو زي ما حضراتكم عارفين بيعاني من إصابة بجزع في الركبة. طبعا بعض اللقطات لبعثة النادي الأهلي في المران الأخير في ملعب المباراة. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين الأهلي بيختتم مرانه الرئيسي على ملعب ملابو. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في غينيا الاستوائية مساء اليوم على ملعب ملابو. واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر. كان في أيضا تقسيمة بطول الملعب في مران النادي الأهلي في المران الختامي، وكل شوية كان الحقيقة رينيه فايلر بيوقف التقسيمة لتوجيه بعض التعليمات للاعبين. ايضا توماس بينكل مدرب احمال الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي عمل فقره تدريبيه بدنيه بالكره لمده 30 دقيقه. ايضا كان هناك فقره خاصه للتسديد على المرمى في مران النادي الاهلي في ملعب. الاستاذ طارق قنديل بيوجه الشكر لسفير مصر في غينيا الاستوائيه. وجه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق الشكر للسفير حاتم حسوبه سفير مصر في غينيا الاستوائيه ورجال السفاره المصريه على المجهود الكبير الذي يبذله طاقم السفاره لراحه البعثه وحل اي مشاكل او عقبات تواجه. اكد ايضا ان السفاره المصريه لن تتوانى عن تلبيه كافه احتياجات بعثه الفريق الاول، حيث يحرص طاقم السفاره على راسهم السفير حاتم حسوبه على التواجد بصفه مستمره مع البعثه. النهارده بقى كان في اجتماع ما بين رينيه فايلر واللاعبين لمناقشه مواطن القوه والضعف في فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه. خلال هذا الاجتماع شرح بعض نقاط القوه والضعف اللي موجوده في الفريق. وكالعاده الحقيقه دايما النادي الاهلي بتواجده في اي من البلاد الافريقيه بتجد هناك اهتمام كبير جدا من وسائل الاعلام في غينيا الاستوائية. في غينيا الاستوائية بيتواجد دائما النادي الأهلي، والحقيقة يعني أبدت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية اهتماما كبيرا بتواجد بعثة النادي الأهلي. أيضا الأستاذ أو السفير حاتم حسوبة بيشيد بحالة الالتزام والتعاون الموجودة في بعثة النادي الأهلي. وتم تأجيل الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي وكانو سبورت. تأجل الاجتماع إلى صباح غد السبت بسبب تأخر وصول طاقم التحكيم. دي كانت الأخبار اللي موجودة عندنا الحقيقة لهذه المباراة. قبل بس ما أطلع واستقبل ضيوفنا الكبار خلونا نروح نشوف تقرير مع رئيس بعثة النادي الأهلي الأستاذ طارق قنديل، وهيطمننا أيضا أكتر على بعثة النادي الأهلي وكل الأمور بتسير بشكل جيد ولا لأ، الأمور ماشية إزاي، جو عامل إزاي، أشياء كثيرة جدا 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 هيقولها لنا.